شهدت العديد من الأحياء ابتداءات راح يكون على عاتق مديرية. تم تسجيل 350442 قضية، أنجزت منها 252083 قضية، أي بنسبة إنجاز تقارب 71.93%. المؤشرات الرئيسية لهذه الحصيلة مقارنة بمثيلتها للسنة الماضية، نستخلص زيادة في عدد القضايا المسجلة بنسبة 18.33%، زيادة في عدد الأشخاص المتورطين ب 17.22%، وزيادة في عدد الضحايا بنسبة 4.42%. بمقابل ذلك ارتفع نسق أداء المصالح العملياتية بشكل معتبر من خلال تسجيل زيادة في القضايا المعالجة بنسبة 22.63%، مع الاحتفاظ كما لاحظتوا في الحصيلة نسبة العمليات الشرطة في نفس المستوى الذي كانت عليه سنة 2021. إذن هذه الزيادة لا يمكن تفسيرها على أنها تراجع في مستوى الأداء، وإنما هي تحصيل العمليات الاستباقية التي تبادر بها مصالحنا لاستهداف أوكار الجريمة، إذ أنه على الرغم من ارتفاع مؤشر الفارق في القضايا المسجلة ما بين 2022 و 2021 بنسبة 18.3%،